الآن حان موعدكم مع مريم وآخر أخبار الطقس لك يا مريم. أهلا طالب، شكرا. أهلا بكم. يسيطر طقس بارد نوعا ما بكل من المرتفعات وشمال وشمال شرقي للسعودية، في حين تتأثر المناطق الشمالية من البلاد بأحوال جوية شديدة البرودة مع تساقط الثلوج والتي قد تكون كثيفة على بعض المرتفعات الجبلية العالية، لا سيما في تبوك حيث تعود من جديد يوم الخميس العاصفة جينا الثلجية، ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج في مناطق واسعة من بلاد الشام والمملكة مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. كما يسود طقس غائم والغيوم من خفيفة إلى متوسطة إلى أحيانا غائمة بباقي جهات المملكة، ونلاحظ تشكلات السحب على مختلف المناطق، وأيضا نلاحظ مدى سماكتها وتحديدا على المناطق الشمالية. كما تتأثر البلاد بعواصف رملية قوية على مناطق واسعة يومي الجمعة والسبت، وذلك بسبب اندفاع جبهات هوائية باردة مترافقة مع نشاط كبير بالرياح يوم الجمعة، حيث تكون العاصفة الرملية القوية وتؤثر على معظم مناطق البلاد، وهذه الأجواء تكون بسبب اندفاع جبهة هوائية باردة من أصل قطبي لكنها جافة نحو المملكة، تعمل على انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية، ويتوقع أن يطرأ نشاط كبير على الرياح الشمالية الغربية. نلاحظ تأثيرات هذه الرياح المحملة بالأتربة والغبار على مختلف المناطق، ونلاحظ تحديدا المناطق الغربية الداخلية من البلاد ومدى تأثير هذه الرياح المغبرة هناك بشكل خاص. أما درجات الحرارة بأرقامها لمساء اليوم على مختلف المناطق، فتسجل معنا درجات تصل إلى 14 درجة مئوية على الرياض، تساقطت لأمطار غزيرة على حفر الباطن مع 14 درجة مئوية هناك أيضا، أما حائل فمعنا 11 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية تسجل معنا درجات تصل إلى 16 درجة مئوية على أبها وال22 درجة مئوية على جدة، وانخفاضات واضحة بدرجات الحرارة على تبوك التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية. كان هذا كل شيء، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. هنا جوسي من كنوز الطبيعة.